السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا بكلمك يا شيخ، أنا كنت شغال في مبيعات وكده، فكنت باخد إكرامية أو عمولة من عميل، تمام؟ فده حلال ولا حرام يا شيخ؟ إكرامية؟ وعمولة من العميل بطيب نفس؟ نعم يا شيخ؟ هو يعطيك بطيب نفس؟ يعطيني بطيب نفس. الشركة ممنوع، يعني الشركة منعة إن إحنا ناخد حاجة من العميل. أنت مندوب مبيعات ولا مندوب مشتريات؟ لا مبيعات. طيب إذا كنت يعني تسأل عما هو آت لا تأخذ إلا بإذن الشركة، كان الأمر قد انتهى أكثر من الصدقات. ولكن بنسألك سؤال، هل كان أخذك للشيء من المشترين يضر بالشركة في أي لا طبعا، ده بالعكس كان بيساعد الشركة، يعني كان بيزود نسبة ايوه خلاص، فيما هو مضى فيما مضى عفى الله عما سلف، فيما هو آت الزم العهد الذي عهدت عليه الشركة. إذا كنت عهدت عهدا على ذلك أو كتبت معها عقدا على ذلك. دعوتك لي بالشفاء والرزق الحلال بالعالمين. الله يعافيك ويبارك فيك، السلام عليكم، ارزقنا وياك رزقا حلالا طيبا واسعا.